كتاب يحاكي سيناريو قصف أمريكا بالأسلحة النووية بالتفصيل، من الاحتراق الشامل للغابات والمدن وتجمد الأنهار والبحيرات حتى التسمم بالجثث المتعفنة والإشعاع. نيوكلير وور، السيناريو، للكاتبة آني جاكوبسون. فمن سينجو وكيف سيعيشون؟ مبدئياً، وبعد مقتل 360 مليون شخص بشكل فوري، سيموت 5 مليارات في أول 72 دقيقة، أما البقية فستنهيهم الإشعاعات والجوع والعطش. الطرفان اللذان سيشعلان الحرب هما كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ويبدأ السيناريو من إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات لأمريكا، لترد أمريكا عليها بصواريخ تمر من فوق روسيا، فتأمر روسيا بهجوم نووي على أمريكا وحلفائها، وهكذا لتبدأ أمطار النار بضرب المدن والبلدات ومحطات الطاقة النووية التي سيؤدي ضربها لإطلاق المواد المشعة في الهواء وموت عشرات الملايين. وتشتد النيران بأنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، إضافة لامتدادها من 150 ل 300 كيلومتر من كل نقطة نووية، لتنشر الإشعاعات والسموم المهلكة لجهاز الإنسان العصبي. وتخرج إمدادات الغاز والفحم بالقشرة الأرضية عن السيطرة بعد أسابيع. ويطلق بطبقات الغلاف الجوي الدنيا 330 مليار رطل من السخام، الذي سيحجب أشعة الشمس ويخفض درجة حرارة الأرض ل 4.4 درجة مئوية، ويؤدي للشتاء النووي يقتل مظاهر الحياة. ولعشرات السنين سيقل هطول الأمطار وتتسمم مصادر المياه بالمواد الكيماوية، أما الناجون القلة فسيعودون للصيد وجمع الثمار وأكل الحشرات وحتى افتراس بعضهم البعض. الأمر لم ينتهي هنا، فبعد ذوبان الجليد ستظهر ملايين الجثث المذابة التي ستشكل بيئة لتكاثر الأمراض، إضافة لاستقرار السخام على الأرض. وفوق هذا ستفقد طبقة الأوزون قوتها الواقية، وستصل أشعة الشمس لتؤدي لحروق قاتلة لمن بقي. وسيؤدي الأمر بحسب الكاتبة بعد سنين طويلة لوجود بشر جدد لا يعرفون شيئاً عنا، وسيختفي كل ما يدل على حضارتنا.